أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة عليا للتقصي في الحقائق بشأن أحداث فض الاعتصام، واستنكرت الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات التي نتجت عن ذلك. وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته اليوم أن سرعة الإجراءات تمكنت المفوضية من تكملة إجراءات التحقيق وتقصي الحقائق حول مجمل هذه الأحداث، وناشدت المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت قبل أو أثناء أو بعد فض الاعتصام، والتبليغ لدى رئاسة مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم 2 شرق حديقة بدر. اقترحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر بعثة مراقبة في السودان للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت منذ 3 يونيو الجاري. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل إن المفوضية تنسق للحصول على موافقة من الحكومة لتتمكن من نشر البعثة التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في أقرب فرصة، ودعا السلطات السودانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج، بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع والتي تضم أفراد ميليشيات الجنجويد السابقين الذين يرتبطون بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2003 و2008. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجمعة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتجنب الجنوح عن النهج السلمي بشأن انتقال السلطة في البلاد بعد أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم أودت بحياة العشرات. وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط دعا الأطراف السودانية كافة إلى ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد. وأضاف أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، وبشكل خاص سقوط عشرات القتلى والمصابين في أعمال العنف التي وقعت في 3 يونيو في العاصمة الخرطوم وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري والانتقالي وحركة إعلان قوى الحرية والتغيير. أخبار السودان اليوم متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل قوات الشرطة تؤكد حسمها للمتفلتين والخارجين عن القانون.